شو هي التحديات اللي بتعملها حتى تميز حالك؟ يمكن ححاول أنا أتطرق لمواضيع ما انسألت إلها بالميديا. نفسي أعمل فن يكون زي كاظم الساهر. لكن من صغري كنت دايماً عندي خوف من المستقبل. رح كون مع محمد محققة إذا بدكم. ليش هجرت أختك لهالدرجة مأثرة فيك؟ بصراحة مع محمد عساف وأنا بالله هلال الأحد 10:00 بتوقيت السعودية على NBC1.